عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم جيت وجبت لكم فيديو جديده مناسبه رمضان. جلبات فريمون في منتهى الروعه، شي حاجه كتحمق في المكان. وعدكم دائما الجديد والحصري، جلبة المغربيه بلمسه عصريه باش كلشي السيدات يلبسوها. هذه الجلبه البنات في الفيغ رويال، خدمناها بواحد البرودغي وريضات بلي كولور، وغلفنا ليها الكميمات بلو جون هانتوما، ودنا الغابي تاع الكميمات في القبيب تاو غلفناها بالصفيفر، وخدمناها بالصفيفه في لورانج و لو جون مع لورانج. جات فريمون كتحمق، راقيه ورائعه. جلبه اللي هي همويه، الخدمه متقونه، لا فينيسيون اكثر من رائعه. ما نقولش لكم فريمون شي حاجه اللي هي شيك و اوريجينال، ما تلقاوهاش غير عند قفطان يسرى، وفيها الافتقاء هكذا في القدام. نفس الخدمه الغابيل ديال نص الطوق باش خدمناها، جايه فريمون شيك و اليغونت و بيس اونيك. اللي بغاتها مرحبا و الف مرحبا، تواصل معايا عبر الواتساب، كنديرو لها ليفغيزون داخل و خارج المغرب. كنخليكم نيميرو التليفون في صندوق الوصف، كتكري الموديل اللي عجبك، لان كل جلبه والثمن ديالها نقول لك الثمن ديالها نصيفط عليك حتى لباب دارك. واللي باقي ما دارتش ابوني دير ابوني ولايك وتبارطاجي مع الاهل ومع الاصدقاء. ما تنساونيش من التعليق الزوينين ديالكم اللي كيشجعوني وكيخلوني نحط لكم دائما الجديد والحصري عند قفطان يسرى. نتمنى يعجبكم هذا الموديل. وبعد لا كوبرا مخزنيه دائما كنديرها ما كديموداج، كتلبسها السيده اللي ضعيفه والسيده اللي عامره، كتجي اكثر من رائعه. نتمنى يعجبكم هذا الموديل وندوز للموديل تاع البنات. شوف لي عاوتاني الجلبه شحال جايه، فريمون راقيه ورائعه كتحمق. ها نتوما جلبه فواحد لو جون، جايه غزاله وفنه، خدمناها بواحد البين. ها نتوما عندها القدام ديالها بواحد لو فيغ مخدوم بالموف والفيغ. كيف ما قلت لكم فيها واحد البانو في القدام فيغ، وفيه الموف طريزات بالموف والفيغ. جايه فريمون رائعه وراقيه، عندها كميمه 3K، وعندها القبيب ديالها كبيبر، ونفس الموتيف اللي كاين في القدام جاي حتى هو في اللور. ها نتوما جلبه فريمون لي زوينه ورائعه وراقيه، جلبه خفيفه حتى يصلح لنا لرمضان، يعني نخرجوا بها اولا نستقبلوا بها الضياف في الدار، علاش لا، ولا نتعرضوا بها. فريمون جاي زوينه، كتلبسيها وانت مرتاحه بحال لبسه اون بيتي طوب. عندها الكميمات ديالها 3K، جلبه اللي يقدروا يلبسوها كلاس مع دي تالون، اولا يلبسوها سبور نديروا معاها دي باسكيت ولا سنيد لي لابلا ولا مع بليغا. كتجي فريمون زوينه هذه البنات، راه بيس اونيك، اللي بغاتها مرحبا بها، يعني هذه راه بياسه ما غاديش تعاود. ها نتوما لا كولور راه فريمون اكثر من رائعه كتحمق. اللي بغاتها مرحبا بها، كيف ما قلت لكم تواصل معايا على الواتساب، لا ليفريزون داخل وخارج المغرب. الاثمنه راه جد مناسبه. نتمنى يعجبكم هذا الموديل وندوز للموديل تبعو البنات. شوفوا لي عاوتاني هاد الجلبه قفطين، شحال جايه غزاله كتحمق. نسميوها جلبه قفطان اولا جلبه بلقب، جايه فريمون زوينه، واحد التويب اللي هو راقي ورائع، التويب ديالها شويه كي بحال الا منمر. ها نتوما زوينه بزاف، وخدمناها بواحد السفيفه بلديه مع الزيكزاك، جايه فريمون زوينه. درنا لها واحد الفتيحه صغيره في القدام، ها فيها دي كولور اللي هما فنين، ودرنا الغابيل ديال الخدمه في الجيب، درنا ليها دي بوش اللي هما كبارين والفتيحات في الجنب. جايه فريمون شيك وراقيه همويه. ها نتوما راه فريمون رائعه، على كوب ديالها مخزنيه، كتلبسها السيده اللي ضعيفه والسيده اللي عامره، ما كتراسيش لا تاي. هادو البنات راه قفيطنات فريمون، واحد لاكوب عندهم غزاله، وهادو حتى هما راه كنقدروا نخرجوا بهم نستقبلوا بهم الضيف في الدار، نتعرضوا بهم، تيجيو فريمون زوينين. دي بيتي طوب اللي هما راقيين ورائعين، فريمون جلبه اللي هي همويه. الخدمه ما نقولش لكم كيفاش متقونه، ولا فينيسيون اكثر من رائعه. نشوفوا الكويل ديالها، ها نتوما الكول داكشي حدو قدو، فريمون زوين وراقي ومقاد من، يعني فريمون داكشي زوين اكثر من رائع. هانتوما اللوينات مع لو بلون، البيض راه شريف كيجي غزال، كيجيو معاه كاع لي كولور. هانتوما حتى هاد ديال البنات راه بيس اونيك، هادو كنت ديجا درتهم، هاد القفيطنات هكذا جلبه بلاقب، طلبوهم الناس بزاف، فريمون كيجيو راقين ورائعين. غير هما كل مره كنديرو الموديل بشكل يعني كيكون مختلف. اللي بغاتو مرحبا و الف مرحبا، تواصل معايا على الواتساب، لا ليفغيزون داخل وخارج المغرب. الاثمنه راه جد مناسبه. واللي باقي ما دارتش ابوني دير ابوني ولايك وتبارطاجي مع الاهل ومع الاصدقاء. ما تنساونيش من التعليقين الزوينين ديالكم،
وكنحاول دائما نجيب لكم اخر ما كاين في لا طوندونس في الجلابه المغربيه بلمسه عصريه، شي حاجه اللي ما تلقاوهاش في الاسواق، يعني حصريه غير عند قفطان يسرى. وندوز الموديل يتابعوا البنات، شوفوا لي عاوتاني هذا الموديل شحال جاي غزال وراقي كيحمق. هانتوما هادي جلبه قفطان اولا قفيطين، يعني اولا جلابه بلقب جاي كتحمق غزاله، واحد لاكولور فيها فريمون ما بين المارون والفيو روز، وخدمناها بسفه بلديه نص طوق بالعقيدات، جات فريمون راقيه الافتحات في الجناب. هانتوما خفيفه وشي حاجه لي شيك اوريجينال فريمون اكثر من رائعه. هذه البنات اللي بغات تلبسها في الدار تقبل بها الضياف، يا اما نهار العيد اولا في رمضان تقدروا تخرجوا بها تعرضوا بها، فريمون زوينه وشيك. حتى هذه البنات راه بيس اونيك، اللي بغاتها مرحبا والف مرحبا، تواصل معايا عبر الواتساب. راه هاد الجلابات هكذا بلقب راه تري تري على مود، وكتلبسهم السيده العاديه والسيده اللي كدير الفولار، لانها ما كيديرونجيهاش القب نهائيا، كتجي زوينه وشي حاجه لي فريمون اوريجينال وشيك وطالعه في لا طوندونس، وما تلقاوهاش غير عند قفطان يسرى. نتمنى يعجبكم هذا الموديل وندوزو للموديل اللي تابعو البنات. شوفوا لي عاوتاني هاد الجليبه في لوغوز جي فريمون اكثر من رائعه كتحمق. هانتوما جليبه في الحمر وخدمناها نص طوق باللوينات، جايه فريمون رائعه. عرفتوا الحمر مع الموف ما نقولش لكم كيفاش عطى، جايه فريمون شيك. ودرنا الخديمه اللي هي نص طوق في القدام، درنا الغابيل ديالها في الكتيفات، جايه فريمون زوينه كتحمق. نشوفوا القبيب ديالها، ها نتوما القبيب تيبقى ديما كبير لانه تري على مود، التويب ديالها فريمون اكثر من رائع وخفيف ومبرد. جليبه فريمون اللي هي همويه، و لا فينيسيون ما نقولش لكم كيفاش دايره، خدمه زوينه بزاف. حتى هذه بيس اونيك اللي بغاتها مرحبا بها، تواصلوا معايا كما قلت لكم عبر الواتساب، كنخلي لكم نيمورو التليفون في صندوق الوصف. اللي بغاتها تكرينيا الموديل وتقول على البري ديالها وتصيفطوا لها حتى باب دارها، توصل داخل وخارج المغرب. نتمنى يعجبكم هذا الموديل وندوزو للموديل اللي تابعو البنات. شوفوا لي عاوتاني هاد الجلابه حتى هي شحال جايه غزاله كتحمق. هاد الجلابه البنات تويب جوهر جلابه في الغوص في الفوشيا الكتريك، جايتي كتحمق. خدمناها نص طوق بواحد الخدمه بلي كولور، وكملنا بلو نوار، جات فريمون راقيه رائعه. لا كوب ديالها مخزانيه ما كتراسيش لا طاي، هانتوما راه كتلبسها السيده اللي عامره والسيده اللي ضعيفه، ما كتراسيش لا طاي، كتجي فريمون زوينه. القبيب درنا بشويشيه في النوار، جليبه اللي هي همويه، الخدمه تاعها اكثر من رائعه، لا فينيسيون حتى هي متقونه، جايه فريمون زوينه. نتوما نقرب لكم عاد شو راه فريمون، راه لا كولور فلاشي تصلح الفصل الربيع والفصل الصيف ان شاء الله باذن الله تعالى. نقدروا نلبسوها في هذا رمضان تعرضوا بها اولا تقولوا بها الناس في عندنا في الدار، علاش لا، فريمون زوينه. نخرجوا بها نلبسوها يعني كيف ما بغينا، جليبه اللي حنا مرتاحين فيها كتلبسيها وانتي مرتاحه بحال لبسه اون بتي دروب. هذه حتى البنات راه بيس اونيك، اللي بغاتها مرحبا بها والف مرحبا، تواصل معايا عبر الواتساب كيف ما قلت لكم لا ليفغيزون داخل وخارج المغرب. واللي باقي ما دارتش ابوني دير ابوني ولايك وتبارطاجي مع الاهل ومع الاصدقاء، ما تنساونيش من التعليق الزوينين ديالكم اللي كيشجعوني انني نحط لكم فيديوهات دائما جداد. موديلات اللي هي حصريه ما منتشراش ما كتلقاوهاش في الاسواق، شي حاجه اللي كنخدموها يعني بيدينا ما كتلقاوهاش غير عند قفطان يسرى. نتمنى يعجبكم هذا الموديل وندوزو للموديل اللي تابعو البنات. شوفوا لي عاوتاني هاد الجلابه حتى هي شي حاجه فريمون زوينه وراقيه، جلابه اللي هي براتيك وديال تو لي جوغ، جلابه في النوار خدمناها بسيفه زيكزاك في النوار، قلت لكم خدمناها بسيفه زيكزاك في النوار، جايه فريمون رائعه واكثر من راقيه وصافي ما تضحكيش. ودرناها درنا ليها دي بحال الشكل ديال الخراط في الجناب، هانتوما باللوينات جايه فريمون زوينه، والغابيل ديالهم هانتوما الخراط جايين ديريكت مع الكميمات، كميمات عندها فريمون زوينين. ودرنا الغابيل ديال الزواقه اللي درنا في الجناب، درناها في القبيب، نشوف القبيب، القبيب ديالها بالشوشيه فريمون جليلبه اللي هي راقيه وخفيفه ديال تو لي جوغ، كتلبسيها وانتي مرتاحه. هادي حتى يصلح لينا لرمضان نتعرضوا بها اولا نلبسوها نخرجوا بها، وليلا عندنا الناس في الدار نستقبلوهم كتجي
فريمون زوينه كتلبسيها وانت مرتاحه بحال لابسه اون بتيت روب. هادي البنات راه جليل با كيف ما قلت لكم بيس اونيك، اللي بغاتها مرحبا والف مرحبا. لا كوب ديالها فريمون مخزنيه جليل با سامبل براتيك ديال تولي جور كيف ما قلت لكم. كتلبسها السيده الضعيفه والسيده اللي عمرها ما كتراسيش لا طي، جلبات هما وهي الخدمه متقونه، لا فينيسيون حتى هي متقونه، يعني ماشي شي حاجه اللي منتشره اللي كتلقاوها في الاسواق. جلبات همويين يعني اللي كتلبسيهم وانت مرتاحه فيهم، ما كتلقاي حتى شي حد معاودهم معك، حتى الا تعاودت البياسه ما كنفوتوش في الموديل واحد 3 ولا 4 البياسات وبطريقه مختلفه تماما، باش كتكون لابسه جلابتك وانت مميزه بها ومرتاحه فيها. كانت هذه اخر جليلبه في زعما اخر موديل في هذا لا فيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم. واللي باقي ما درتش ابوني دير ابوني ولايك وتبارطاجي مع الاهل ومع الاصدقاء، ما تنساونيش من التعليق زوين ديالكم اللي كيشجعوني وكيحفزوني ان نجيب لكم دائما الجديد واخر ما كاين في الموديلات ديال الجلابه المغربيه بلمسه عصريه اللي كتقدر اي سيده تلبسها وتكون مرتاحه فيها. اللي بغات كوموندي كنخلي لكم نيميرو التليفون في صندوق الوصف، تكريني الموديل اللي عجبها تصيفطوا ليا نقولها البري تاعو، لان كل جليلبه والثمن ديالها وكنصيفطوهم كيف ما قلت لكم توصيل داخل وخارج المغرب. ونتمنى يعجبكم هذا الموديل، هذا لا فيديو كلها نتمنى تكون تعجبكم وتبارطاجيوها ليا. واللي ما شريت نزه وشي عاونه دائما الجديد والحصري عند قفطان يسرى. السلام عليكم. السلام عليكم.